وأرسلنا الرياح لواقح. فالكلمة دي الحقيقة كلمة عميقة أوي، يعني فهمت زمان على إنه أرسلنا الرياح لواقح، بمعنى إن الرياح بتدفع السحب وتبقى عامل من عوامل المطر، والسحب بتلقح الأرض، بمعنى إنها تخصبها، يعني ينزل مطر يلقح الأرض ويخصب، يعني معنى مجازي، معنى مجازي. لكن الحقيقة اتفهمت بعد كده أكتر وأكتر لما العلم جه وفسر لنا حاجات كتير. فوجدنا مثلا إن الرياح بتلقح الزهور، تنقل حبوب لقاح، فهي لواقح بالفعل. وبعدين لقينا حاجة تانية، إن في سحب مكهربة سلبة وسحب مكهربة موجبة، والرياح بتدفع السحب فتلاقح بينها السالب والموجب وتعمل الرعد والبرق، فده برضه لقاح. وبعدين أخيرا اللي شفناه في الفيلم ده حاجة غريبة قوي، إن فعلا لا يمكن السحاب يمطر إلا إذا لقح ببذور جواه تنمو حواليها القطيرات. البذور دي سواء كانت فتافيت تلج أو مسحوق بودرة تلج، أو سواء كان دخان أو تراب أو سيلفر أيودايد أو التجارب اللي شفناها قدامنا، لابد من عملية تلقيح. طائرات تطير وتلقح السحابة بأنوية بذور، هذه البذور حتنمو حواليها القطيرة، تفضل تنمو تنمو، من بعد ما كانت واحد على 100 من الملي تبقى 5 ملي، فتتقل فتنزل مطر. يبقى إذن برضه الرياح هنا لواقح، بمعناها بتاخد كل أنواع الدخان وذرات التراب وفتفيت التلج وتلقح السحاب، فالرياح بالمعنى دي برضه لواقح.